بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فأبدأ محاضرتي بأن أعرب عن سعادتي بحضور الأخوات بيننا وأن يكون الحديث إليهن مباشرة. طبعا تسألونني ما هو السبب وراء ذلك؟ السبب وراء ذلك أن بعض أخواتنا أمس ربما التبس عليهن فهم بعض ما قلت، فقلنا إن الشيخ يحل الربا، ويا لها من كلمة، يعني تكاد السماوات وتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الربا حرام بإجماع المسلمين. اللهم إني أشهدك وأشهد أهل هذا المسجد من الرجال ومن النساء جميعا أن الربا حرام بإجماع المسلمين، أن الله قد أنزل تحريمه في محكم كتابه، أن الله قد أعلن الحرب على أكلته في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. جاء رجل إلى الإمام مالك يستفتيه، فقال: لقد رأيت بالأمس رجلا سكران يتفاقر في مشيته يريد أن يأخذ القمر بيده، سكران وشاعر إنه ممكن يمد يده كده وينزل القمر من السماء بيده يعني. فقلت: زوجتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أقبح من الربا. أنا قلت الكلمة دي ومش عارف كلامي مظبوط ولا لا، وزوجتي طالق ولا لا. فقال: أمهلني ليلتي هذه حتى أتدبر مسألتك. وهنا نتعلم التريث. المسؤول مالك ابن أنس درس العلم في مسجد النبي نصف قرن، وتأتيه هذه المسألة أو أمثله فيقول: أمهلني حتى أتدبر في مسألتك. فجاءوا في اليوم التالي، قال: هي إيش النتيجة؟ فقال: زوجتك طالق. لما؟ فقال: لأني استعرضت المصحف كله ليلة أمس فما وجدت شيئا يدخل جوف ابن آدم أقبح من الربا. الربا أقبح من الخمر. فعندما قلت لا يدخل جوف ابن آدم شيء أقبح من الخمر لم يكن كلامك دقيقا، فعلقت يمينك على مسألة خاطئة ليست بصواب. فزوجتك طالق، لأن الربا المعصية الوحيدة التي أعلن الله في كتابه الحرب على أصحابها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالمناسبة لم يبح الربا في شريعة قط، لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في الإسلام. الله جل وعلا يقول في كتابه في سورة النساء: وأخذهم الربا وإيه؟ وقد نهوا عنه. هذا كلام ربنا عز وجل. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وإن آباء الكنيسة يقولون إن من يقول إن الربا ليس بمعصية يعد ملحدا وخارجا من الدين. النصارى آباء الكنيسة يقولون هذا الكلام، إن من يقول إن الربا ليس بمعصية يعد ملحدا وخارجا من الدين. نعم، وكانوا يقولون إن المرابين يفقدون شرفهم في حياتهم ولا يستحقون التكفين عند مماتهم. يفقدون شرفهم في الحياة ولا يستحقون أكفانا عند الممات. فالربا لم يبح في شريعة قط. لكن من أين جاء اللبس؟ احتمال، يعني أنا لا أدري، احتمال جاء اللبس لأن احنا أمس قلنا إن البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن أمر مشروع. يعني صح إن التاجر تاجر سيارات، نقول السيارة اللي اشتريها كاش بعشرة آلاف،
تشتريها مقسطة على سنتين ب12,000. الصورة دي مشروعة وليست من الربا. إن بعض أهل العلم نازعوا في هذا زي الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، نازعوا وقالوا هذه الصورة من الربا. نعم، لكن الذي عليه المجامع الفقهية والشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقبل هذا قرار المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة يذكر هذا وينص في قرار اجتمع له جميع الفقهاء الذين يمثلون الدول الإسلامية كأعضاء في المجمع الفقهي، فقالوا إن البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن أمر مشروع. أنا هقرأ يعني القرار عشان بس نقفل ملف هذا الموضوع. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية في 23 شعبان 1410 20 مارس 1990، يعني قبل 26 سنة، يعني بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولا، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كان مفهوم ولا صعب؟ لو صعب أرجعه 20 مرة لحد إن شاء الله تعالى ما نفهمه. أول من قال تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، ده أول من. نعم، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. هو عنده بلانز، لعايز كاش ب10,000، عايز مؤجل إلى سنتين ب12,000. لكن عندما تتعاقد تختار هذه أو تختار تلك، ما تسيبش المسألة لوز، لا ما ينفعش. عندما تبرم العقد لابد أن تختار مسارا من المسارين. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. الفقه دي واضحة ولا عمل لها حاشية؟ عمل لها حاشية. أحسنت، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. إن عم تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، يعني صح تبسع نقدا ب10,000 ومؤجلة ب12,000. لكن لما يجي واحد يشتري يختار يا نقد يا مؤجل، ما يختارش ليه سايبة مفلوتة، يختار هذا أو يختار ذاك. كان قرار مين؟ هذا قرار المجمع الفقهي في منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1990 ميلادي 1410 هجري، والفقهاء المجتمعون يمثلون الدول الإسلامية المختلفة. طيب جزاكم الله خير، تعالوا يعني نرى معا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. يعني كلام للشيخ بن باز رحمه الله حتى ننهي هذه المسألة بالكلية، بارك الله فيكم جميعا، اللهم آمين. اللهم اهدنا يا رب فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. البيع بالتقسيط. لقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله: السيارات التي تباع عن طريق التقسيط يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط، هي 18، لما بأصل بتبقى أكثر، بحيث
إذا كان سعر السيارة 15,000 ريال نقدا تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط، هل هذا البيع ربا؟ السؤال واضح ولا في إشكال؟ واضح جدا. الجواب: البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنا من البيع نقدا. فيها أي غموض؟ واضحة؟ عايز حاشية؟ مزيد من البيان؟ مرة تانية؟ يعني أقول حبيبنا إما أن تؤجل إلى سنة إلى اثنين إلى ثلاثة، لما نبرم عقد نختار أجل من هذه الأجال، لأن حالا البائع يقول إيه؟ إن قسطتها لسنة واحدة هديها لك ب12، سنتين هديها لك ب14، 3 سنين ب15. أنت لما تبرم عقد تختار يدي يدي يدي، تدخل من البداية على عقد ثابت مؤكد 100%، ما تدخلش لوز، ما تقفزش من معاملة لمعاملة ومن صورة إلى صورة. طيب، البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنا من البيع نقدا. نعم، لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط، البائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع بالمهلة. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط 9 سنوات لكل سنة 40 درهما، فدل ذلك على جواز البيع بالتقسيط، ولأنه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة، فكان جائزا كسائر البيوع الشرعية. هذا الذي عليه جماهير المسلمين وفقهاء المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، متفقون على ذلك في نصوص منقولة في كتبهم. ومع هذا، إذا وجد اجتهاد مخالف، على العين والرأس، من حق المخالف أن يخالف ما دام من أهل العلم وعنده آلة الاجتهاد ونظر في هذه المسألة وانتهى إلى اجتهاد المخالف، فمرحبا به وأهلا وسهلا. ثم نقول: المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها على المخالف. يعني من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. هذه مقدمة مهمة يا إخوتي ويا أخواتي، عشان نطفئ الحرائق في مساجدنا حتى لا تلوك ألسنتنا أعراضا بغير حق، لكي لا تتخوض في أعراض المنتسبين إلى العلم بغير حق. المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. ومن أجل هذا، من قواعد الفقه الكلية، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. مثال صغير: لو إن أخت من الأخوات يعني بترى وجوب النقاب، وأخت ترى جواز السفور. السفور معناها كشف الوجه، السفور حاجة والتبرج حاجة تانية. كلمة السفور تطلق على كشف الوجه فقط. امرأة تجيز السفور وامرأة تحرمه، والجميع اتفقوا على ستر ما سوى الوجه والكفين. ممكن في القضية دي نتكلم بالبينات وبالحجج العلمية وبالأدلة، لكن لا يصلح أن تقول السافرة للمنتقبة: أنت معقدة، أنت وراء نقابك هذا جملة من العقد النفسية والأمراض النفسية والعصبية. حتى ذهب بعض العلمانيين، ذهب بعض خصوم الشريعة إنها منتقبة لأن وجهها قبيح، فأرادت أن تستر قبحها بالنقاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا في نفس الوقت،
لا يجوز للمنتقبة أن تقول للسافرة أنت متبرجة، أنت مجرمة، أنت فاسقة، أنت مرتكبة لكبيرة. ما ينفعش، مش كده. الكلام ده يمكن أن ننكر إذا كشفت ما سوى الوجه والكفين، إذا كشفت الصدر أو البطن أو الظهر أو الذراع أو الساق، نبتدي ننكر هنا، لأن هذا متفق على وجوب ستره. الوجه مختلف فيه، فتأتي قضية لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. أنا أرجو أن نكون يعني قد خرجنا من الدورة كلها حتى بهذه القاعدة. والله هنرتاح كثير، هتتحل عقد كثيرة ومشاكل كثيرة في حياتنا. قبل ما ترفع سيفك وتوجه رمحك، اسأل أولا سؤال: هل نحن أمام قضية متفق عليها؟ لابد أن نحتشد جميعا لإنكارها. أما إذا كنا أمام قضية اجتهادية خلافية للنظر فيها مساخ، لاجتهاد فيها مجال، فهذه لا يضيق فيها على المخالف. شيخ الإسلام كان يقول: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينحصر، يعني كثير جدا. ثم قال: ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا، يعني يهجر كل منهما الآخر، ما بقي لم يبقى بين المؤمنين عصمة ولا أخوة قط. نزلين نخبط في بعض ليل ونهار وصباح مساء. أنا أضرب مثال صغير جدا. مسجدكم هذا العامر ما شاء الله، يعني قد يضم من جاء من الشمال الأفريقي وقد درس الفقه على مذهب مالك رحمه الله. إخواننا التونسيين والجزائر والمغاربة درسوا الفقه على مذهب مالك. نعم، وقد يكون فيكم من الشام من درس الفقه على مذهب الشافعي، من باكستان من درس الفقه على مذهب أبي حنيفة، مصري من ما شاء الله عنده كل الكوكتيل ده موجود. اجتمعوا في هذا المسجد، نحارب بعض، يقتل بعضنا بعضا، يلعن بعضنا بعضا، ولا عندنا بعض إشارات المرور اللي تمنع التصادم؟ عندنا إشارة مرور. أول إشارة إن إحنا بنقول إيه؟ لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. عندما تخالفني في مسألة مجمع عليها أنكر عليك، في مسألة محل اجتهاد تحتمل في الفهم أوجها متعددة لا أنكر عليك. طب بس نعمل إيه؟ نمشي مالك؟ نمشي أبو حنيفة؟ نمشي الشافعي؟ نمشي مين بالضبط؟ الإمام يطاع في موارد الاجتهاد. الإمام يطاع في موارد الاجتهاد. لو وقف يصلي بنا إمام شافعي، ففي صلاة الفجر قنت، كلنا نقول أمين ونقعد خلفه، لأن مذهبه أن القنوت في صلاة الفجر جائز، وده مذهب الشافعي رحمه الله. إذا صلى بنا يعني إمام حنبلي لم يقل في صلاة الفجر الحمد لله لا نقنط. الإمام يطاع في موارد الاجتهاد. لكن شوف النقطة الجميلة دي، الطاعة ليست طاعة اعتقاد، طاعة عمل بس. يعني من حقك أن تعتقد أن الإمام غلطان، ورغم أنه غلطان أنا ساكت. وأدي الفرق بين الخلاف الفقهي وبين الخلاف في الأحزاب الشيوعية. في الأحزاب الشيوعية يعتبرون أن قرارات اللجنة المركزية للحزب جزء من النظرية الشيوعية، يعني على كل أعضاء الحزب أن يعتقدوها وأن يبلغوها وأن يدافعوا عنها وإن كانوا يلعنونها بقلوبهم. الانفصام ده ما عندناش. من حقك تقول الشيخ ده غلطان، بس خلاص غلطان في مسألة إشكالية يعملوا إيه؟ يعني سيدنا عثمان في الحج اجتهد وراء أن يتم الصلاة، أنه لا يقصر الصلاة في أيام منى وأيام الحج، لأنه كان تأهل في مكة يعني تزوج، فهو شايف أنه هو مش مسافر واللي بيقصر المسافر، وأنا زوجتي معايا ومتأهل والدين، أنا لست مسافرا فلما أقصر؟ هكذا كان اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. فصلى
والصحابة صلوا متمين خلفه وقالوا الخلاف كله شر. إذا الإمام اختار في مسألة اجتهادية رأيا، وإن كان مرجوحا عندنا وإن كان مفضولا عندنا نطيع في مسائل الاجتهاد، والاعتقاد ملك لك. ومن أجل هذا قالوا جواز العمل بالمفضول والمرجوح وترك العمل بالفاضل والراجح عندك رعاية لمعنى الاجتماع والائتلاف. وقالوا ببساطة جدا النبي عليه الصلاة والسلام كم ترك أمورا مشروعة وعمل بما هو أقل منها تحقيقا لمصلحة الائتلاف. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، وكان في قتله مصلحة للإسلام والمسلمين صح، لكن الرأي العام وردة الفعل إيه؟ كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ في قتله مصلحة لكن المفسدة أكبر. عندما يتقاول الرأي العام إن الناس بدأوا يصفوا بعض، جماعة المسلمين بدأوا يخلصوا على بعض من جوه، لا يا عم ابعد عن عش الدبابير، إن دخلت جوه هيصفوك، فدي تعمل قضية خطيرة جدا جدا دفعا لهذه المفسدة. يعني قال وكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم البيت ويعد بناءه على قواعد إبراهيم. الكعبة في حتة كده اسمها حجر إسماعيل صح؟ الحجر ده أصلا جزء من الكعبة. الكعبة مش هي بس البنيان اللي انتوا شايفينه، الحجر هذا جزء منها. لما بنيت الكعبة في زمان الجاهلية يعني قصرت بقريش النفقة لأنهم عايزين يبنوها بمال حلال 100%. الدنيا ملخبطة والمكاسب مختلطة، فقصرت بهم النفقة فبنوا جزءا بالمال الحلال الذي تيسر لهم، ثم حوطوا الجزء الباقي بصور لما ربنا يفتحها، لما ربنا يبعد نكمل إن شاء الله. وعملها باب عالي اللي عايز يطلع حد عايز سلم، وباب واحد مش برضو أنسب، يبقى الكعبة بقى كده قريب اللي عايز يدخل يدخل، وليها بابين باب ندخل منه وباب نخرج منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفعل هذا، لكنه التفت إلى معنى آخر فقال لولا يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية نعم لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم على أصلها، وجعلت لها بابين باب للداخل وباب للخارج. لكن المسألة دي صعبة على حدثاء العهد الجاهلية، الكعبة حاجة ضخمة رمز كبير، لما يتهد قدام الناس هتتهد قلوبهم قبله، هتتهد نفسهم قبله، هيتقلقل الإيمان في النفس. ده تفضل الكعبة كده على وضع مفضول ومرجوح دفعا لمفسدة الفتنة وقلقلة الإيمان وزلزلته داخل النفوس. أن أرد هذه معالم الرشد في التعامل مع المسائل الاجتهادية والقضايا الاختلافية حتى يجتمع لنا صف، وحتى يجتمع شملنا وتنعقد لنا راية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. بعد هذا المجال مجالكم، الليلة ليلتكم، هذه أسئلة فتوى نايت، فالأسئلة منكم ونستعين بالله على جوابها. تقديم فقط نضع الأمور في نصاب. جزاكم الله خير. نوزع أوراق إلى الأخير. افعل ذلك. You want to write a question. شيخ الفرق ما بين شراء السيارة اللي حكيت والشراء المعمول به في أمريكا بالنسبة زي ما سؤال جيد. إخواني أنا عايز يعني أرجوكم بكل إلحاح ما تسيبوش مسألة تعدي من غير ما تفهم. برضو مشكلتي أمس أن بعض إخواني قالوا المحاضرة كانت عالية شوية،
فيها مصطلحات فنية تخصصات دقيقة. أنا موجود أمامكم وإن صبرتم فأنا أصابركم بإذن الله حتى نطلع الفجر، لكن ما تطلعش من هنا قبل تكون فهمت كل كلمة سمعتها. ومن حقك أن تخف وتقول لي كررها للمرة 20، أكررها لك 30 مرة، 20 بتوعك و10 من عندي، فيعني بالراحة كده ونتفاهم. الله يحفظكم، ونراجع كل مسألة تقال حتى تخرج مستفيدا. وقالوا أضف معنى جديدا إلى عقلك، تضف يوما جديدا إلى عمرك. أضف معنى جديدا إلى عقلك، تضف يوما جديدا إلى عمرك. إن أخانا الحين يسأل فيقول هو البيع بالتقسيط المعمول به هنا هو اللي أنت بتتكلم عنه ده، ولا هما صورتين مختلفتين؟ لا، هما في الحقيقة صورتين، لأن اللي بيحصل هنا صاحب السيارة بيبيعها لك بعشرة آلاف مثلا، لكن أنت بتروح للبنك بتعمل تمويل من البنك، البنك بيسلفك العشرة وياخدها منك 15. هذه صورة الربوية، لأن العلاقة ثلاثية، ما بينك وبين صاحب السيارة بيع وشراء عادي، ما بينك وبين البنك قرض ربوي، دفع العشرة آلاف يعني سلفك العشرة ودفع لصاحب السيارة وخدت منك 15 أو 18 أو 20، فهنا مشكلة. لكن لو إن عندنا صاحب توكيل سيارات مسلم ونقول له يا أخي اسمع، إحنا هنجي تاني بالتمويل البنكي، واللي أنت عايزه ربح حطه على رأس المال وقسط على أزمان وأجل معلومة، جائز. أو رجل صاحب محل لبيع السيارات واللي بيتعاملوا معاه ناس مش مسلمين مثلا، فما تفرقش معاهم ربا مش ربا، هو عايز يركب سيارة في النهاية، فبنقول له ايه، اجتنب انت يعني ملف التمويل، ما تعملش تسهيلات للتمويل، سيب التمويل ده مسؤولية الزبون، مسؤولية العميل، انت فقط بتبيع السيارة وتأخذ ثمنها، العميل جاب ثمنها منين هو المسؤول، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وإلا مش هنتعامل. لو أنا فاتح جروسري جاز ستيشن وجا واحد عبى عندي جاز واستخدم الكريدت كارد، أقول له لا، ده أنت واخد الكارد ده، أنت واخد قرض بالربا من البنك، مش هبيع لك. لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم أنهم يأكلون الربا ويستحلون الرشا وأكل أموال الناس بالباطل، هم عليهم ما حمر. قال لي اشترى مني، بيع الحلال لمن شئ وخذ منه الثمن وحسابه على الله عز وجل، لست مسؤولا من أين جاء بهذا الثمن، هذه قضيته، ذلك حسابه على الله. وإلا تحرم التعامل مع غير المسلمين بالكلية، وهذا مجمع على رده، بارك الله فيكم. سي ومال واحده من الرجال، احب النساء، اهلا وسهلا، حياك الله، حياك الله، لبيك يا سيدي، لبيك لبيك لا لبيك واحده، اجهر بصوتك واملئ الاسماع بالهنا والشفاء لحد منتصف الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تقول السائلة: السلام عليكم يا شيخ، أنا درست في جامعات أمريكية في الماضي وأخذت قرضا لأكمل الدراسة، هل يوجد طريقة أحول فيه القرض الربوي إلى شرعي؟ جزاك الله خير. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. يعني أنا أعرف أنه قد وجدت شركات لتمويل شراء البيوت زي جايدنس وديفون بنك وإسلامك يونيفرستي وكذا، لكن شركات تمول المنح الطلابية لسه يبدو أنها غير موجودة. وعلى فكرة الموضوع ده حل سهل بسيط جدا. إزاي؟ أن تأتي شركة وتشتري مجموعة منح من الجامعات وتبيعها بالتقسيط على الطلاب، فهي بتبيع منحة مش بتبيع قرض. لكن إلى الآن أنا لا أعرف شركة تتولى هذه المهمة حتى هذه اللحظة، وهذه دعوة مفتوحة لكل أصحاب المال والمستثمرين أن يستثمروا جزءا من أموالهم، لأن فيه كليات لا نستطيع أن ندخلها بغير تمويل، كليات الطب
كليات القانون الأطباء بيقولوا إحنا الأطباء أكثر الناس دخلا وما نقدرش نودي أولادنا كليات الطب وندفع لهم من جبنا، لابد لنا من تمويل. فإذا كان هذا على مستوى هذه الشريحة من الناس فما بالك بمن دونهم. نحن أمام مصلحة عامة كلية، فهذه دعوة لكل المستثمرين أن يفكروا في هذه القضية، والاستثمار في التعليم مش أقل أهمية من الاستثمار في شراء البيوت. زي ما أنت حريص على تملك بيت، كن حريصا على أن توفر المصروفات التعليمية لأولادك في كليات القمة من غير أن تلجئهم إلى الربا، بارك الله فيك. بسم الله الحمد لله. هل المعاملات المالية ببنك فيصل بالقاهرة حلال إسلاميا؟ أنا حط قاعدة ملهاش علاقة أنا مش خبير في يعني بنك فيصل ولا جزء من هيئة الرقابة الشرعية جواه، وما شهدنا إلا بما علمنا، لكن أنا حط القاعدة كل بنك أعلن عن هويته الإسلامية واتخذ له هيئة رقابة شرعية تشرف على شرعية أعماله، الأصل أن تتعامل معه تعامل معه مشروع، إلا إذا علمت عن معاملة بعينها أنها غير مشروعة فاجتنبها بعينها. الكلام مرة ثانية، أي بنك يعلن عن هويته الإسلامية في وثيقة تأسيسه ويتخذ هيئة رقابة شرعية من الفقهاء تشرف على شرعية أعماله، الأصل أنه يشرع لك أن تتعامل معه، إلا إذا أفتاك الثقات عن معاملة بعينها إنها غير مشروعة، تبقى تجتنب الحتة دي والباقي مشروع. في بنك فيصل وفي غيره من أي بنك آخر يعلن عن هويته الإسلامية ويتخذ له هيئة رقابة شرعية. حاضر. وديعة لمدة محددة، نفس الشيء هو نفس الشيء. في مسألة الربا كانت تنص على آكل الربا ولم يذكر المعطي. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال لهم سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وبالمناسبة في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في مصر سنة 1965، يعني من 50 سنة أو 51 سنة، وكان قد اجتمع فيه ممثلون ومندوبون عن 35 دولة إسلامية، فكان في بياناته أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، ده رقم واحد. رقم اثنين، أن الإقراض بالربا لا تجيزه ضرورة ولا حاجة، أن الاقتراض بالربا محرم كذلك لكن يرتفع إثمه عند الضرورات، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته. الكلام واضح؟ الإقراض إنك تسلف أنت يا صاحب المال أن تقرض بالربا لا تجيزه ضرورة ولا حاجة، أما الاقتراض بالربا يتصور فيه أن تلجأ إليه ضرورة. الاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورات، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته، وعليه أن يرجع إلى المفتي. هذه زيادة من عندنا، على المسلم أن يرجع إلى المفتي لكي يقدر له ضرورته، بارك الله فيكم. بسم الله. أهلا وسهلا، حياك الله يا حبيبي. أهلا وسهلا، أنت على ثغر مهم، أعانك الله. بارك الله فيك. سائلة تسأل، هناك بعض كريدت كارد بيعطوا زيرو انترست فور كاش ادفانس، يعني بيعطوا كاش ادفانس بيعطوا ما في فائدة لمدة سنة، they charge بعض منها 5% or 10%. اوكي، هذا مقبول؟ سؤال جيد، بارك الله فيكم. في حاجة اسمها الدخول في العقد مع الشرط الفاسد، هذا العقد في شرط فاسد. ما هو الشرط الفاسد؟ أنك إذا تأخرت عن الدفع ستدفع
الربا وقع وقعت الديفولت الاصل القاعده انا بقولها بالعربي وبالانجليزي الاصل انه لا يجوز الدخول في العقد مع وجود الشرط الفاسد ومن ثم المجامع الفقهيه في الشرق على منع التعامل ببطاقات الائتمان التي تنص على زيادات ربويه عند التاخير عن الدفع لكن المجامع الفقهيه هنا بتقول يعني نظرا لعموم البلوى ومسيس الحاجه وانعدام البدائل فانه يرخص في التعامل بهذه البطاقات عند الحاجة لمن كان ضابطاً لأمره وقادراً على الوفاء قبل أن تطبق عليه الزيادة الربوية حسب حساباته كويس جداً وعارف أنه يقدر يسدد قبل ما يتجاوز فترة السماح دي ويدخل وتطبق عليه الزيادة الربوية الكلام ده جابوه منين؟ استدلوا عليه منين؟ قالوا بحديث بريرة عندما يعني كاتبت بريرة سادتها كانت أمة مملوكة وتريد أن تكاتب ما معنى المكاتبة إن العبد يعني أو الأمة يتفق مع سادته على تحريره مقابل مبلغ من المال يشتغل ويمدح منى وأجرة سنة اثنين ثلاثة لحد ما يجمع المبلغ ده يسلمه لهم يصبح حرا طيب كويس السيدة بريرة وقد ارتبطت بها أبواب كثيرة من الفقه جاءت اتفقت معهم على 9 أواقر من الفضة دفعت جزء وجت لأمنا عائشة عشان تكمل لها وتعتق وتستعجل عتقها الجماعة أصحابها قالوا بس اسمعي في عندنا شرط خير إن شاء الله أن يكون ولاؤك لنا الولاء هنا يعني الميراث إذا مت نحن نرثك هذا ضد القاعدة الشرعية إنما الولاء لمن أعتق الولاء لحمة كلحمة النسب بيعمل صلة بين الرقيق ومن أعتقه كالصلة التي تكون بالنسب زي صلة القرابة بالضبط إنما الولاء لمن أعتق فجاءت بريرة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها أمنا عائشة الناس دول مش راضيين قولوا مش هنعتق مش هننفذ المكاتبة إلا إذا كان الولاء لنا ده شرط فاسد ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي أمنا عائشة اشتريها واشترطي لهم فإنما الولاء لمن أعتق يعني حتى وإن ألزموك بشرط فاسد فإن الشريعة ستبطله لاحقا لا قيمة له لا اعتبار له ستبطله الشريعة سوف تلغيه لاحقا اشتريها واشترطي لهم فإنما الولاء لمن أعتق ثم وقف خطيبا على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فخلاصة القول أن استخدام بطاقات الائتمان عند الحاجة لمن كان قادرا على الوفاء في الميقات ومتأكد مش هيمر الزمن من غير أن يسدد ومش يحط نفسه تحت رفقة الربا فيه رخصة لمن احتاج إلى ذلك بارك الله فيك شيخ جس جهة عندها متابعة لهذا السؤال أحياناً بيقول لك ما في انترست لمدة سنة بس بدك تدفع رسوم لتأخذ هذا القرض وهذه الرسوم يعينوها بعض أحيان 5% أو 3% هل البروسيسنج في أو رسوم العمولة هل هذه تعتبر حرام؟ سؤال جميل يعني إذا كانت الرسوم مبلغ مقطوع مقابل الخدمة هذا لا بأس به أما إذا كانت نسبة من رأس المال من النسبة من القرض فهذا ربا متخفي ربا لابس قناع ربا متغطي ومتترس تحت اسم العمولة
يعني اذا كان مجرد جايب مثلا 10 دولار مقابل مثاليه، لان في اوراق وفي موظف وفي مكتب وفي بنك ماشي الحال، وبشرط ان تكون مقابل النفقات الفعليه وليست باب من ابواب الاسترباح. الصوره دي مقبوله. اما اذا دخلت قضيه النسبه هذا ربا بلا نزاع. هات يا سيدي. نعم حبيبي. السؤال السابق، النسبه بتتاخذ مره واحده، يعني انا بدي لك 5000 دولار اخذ منك 4% اول مره واقول لك تقسيط على مده سنتين. يبدو هو السؤال ده، اذا اقرضني او اقترضت، اذا اقرضني البنك مبلغ 20,000 دولار مثلا لمدة سنة ونصف وحدد 4% فيه، هل هذا حرام؟ قطعا هذا حرام وهذا ربا، لأن الزيادة المشترطة على القروض ربا. خذ القاعدة عشان تطبقها على هذا السؤال وعلى غيره، كل زيادة مشترطة في القرض فهي ربا. سميتها خدمة مصرفية، سميتها عمولة، سميها ما شئت، إن الله جل وعلا لا يخدع. الأصل في هذه المعاملة المنع. وكان بيحكي الشيخ الله يحفظه، كان بيقول واحد كان عنده شوية نمل تعبينه جدا، كل ما يجيب شوية سكر حطهم النمل يقفز عليهم ويأكل السكر، فجاب ليبل وكتب ملح على كل علب السكر، ملح 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 عشان يطفش الايه النمل. بس النمل ما طفش، النمل ما بينظرش الى الليبل وبيشم السكر، ولو حس بيعمل بيها السكر ماليش دعوه بالليبل. فالعبره في العقود بالحقائق والمعاني وليس بالالفاظ والمباني. مره تانية الكلمه الجميله دي، العبره في العقود بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. كل زيادة مشترطة في القرض فهي ربا بالإجماع، إلا مبلغ صغير مقطوع مرة واحدة مقابل الكات اللي انت عملته، مقابل إجراء ما كان من هذا الجنس. ومن علاماته إنه مبلغ صغير ومقطوع ليس نسبة ولا يتكرر كل عام، لا يتكرر إلا إذا تكررت الخدمة. هذا المعيار تفرق به ما بين العمولة المشروعة وما بين الربا المحرم. بارك الله فيكم. غيره يا حبيبي. اللهم اهدني في من هديت يا رب العالمين. نعم، حول موضوع قرار المؤتمر السادس البيع بالتقسيط مع زيادة السعر المشروع. هو أختنا اعرفي قاعدة، الأصل في العقود والشروط الحل حتى يأتي ما يدل على التحريم، لأن البيع نسيئة جائز، وتحديد الثمن أطلقت الشريعة أمره إلى البائع، ما فيش عندها في الشريعة تسعير. عندما غلى السعر في زمن النبوة قالوا يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ فقال ليس إلينا من ذلك شيء، إنما المسعر الله، إن الله هو القابض، إن الله هو الباسط، إن الله هو الخافض، إن الله هو الرافع، ولا أريد أن ألقى الله ولأحد عندي مظلمة يطلبني بها. الأصل حرية تحديد الثمن للمتعاقدين، والأصل جواز البيع بالتقسيط. هذه مع تلك تنتج ما أفتى به الشيخ بن باز والشيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله، وقرار المجمع الفقهي بإجماع أعضاء المجمع من جميع الدول الإسلامية الممثلة في هذا المجمع. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أنا أجبت وأعرف ما أقوله تماما. الدليل يا حبيبي أن حرية التسعير متروكة للمتعاقدين، وأن البيع المؤجل جائز. حط دي مع دي تطلع الاثنين، أن البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز. يعني البيع نسيئة جائز، وتحديد السعر متروك إلى المتعاقدين. تحط دي مع دي يطلع الاثنين في النهاية أن للعاقل أن يبيع بالسعر الذي يقرره متى شاء وكيف شاء، وأن له أن يبيع نقدا أو أن يبيع مؤجلا.
الشريعة أطلقت فجعلك الحق أن تبيع نقدا أو أن تبيع مؤجلا، وأطلقت باب التسعير فجعلك الحق في أن تحدد السعر كما تشاء وفقا للمصلحة التي تراها. ليس إلينا من ذلك شيء، إنما المسعر الله. حبيبي تفضل. سؤال جميل، فتح الله عليك ما شاء الله. حاضر. يعني يسأل أخونا فيقول معنى كده أن تسعير الحكومة باطل؟ لا، هو قد يكون باطلا وقد يكون صحيحا. الأصل المنع من التسعير، لكن في أوقات الأزمات إذا امتنع التجار عن بذل السلع بثمن المثل، يعني تجار الأزمات الذين يستثمرون أوجاع الناس وآلامهم ومعاناتهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، من كان من هذا شأنه فمن حق ولي الأمر أن يلزم الناس في فترة الأزمة والضيق بأن يبذلوا السلع التي في أيديهم بثمن المثل. بدأ إجراء طارئ نعالج به أزمة محنة، لأن التلاعب بالأسعار خطير جدا. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. التلاعب بالأقوات، التلاعب بالأسعار، التدين شكل ومضمون. شكل ما شاء الله، اللحية الجميلة والنقاب الجميل والحجاب الجميل، هذه أشكال وهي فرائض وواجبات شرعية، لكن مش دي بس هي الدين. الدين أيضا مضمون وراء هذا، وإلا قالوا إن لحية أمية بن خلف كان بنفس الطول بتاع لحية عبد الله بن مسعود، ده لحيته طويلة وده لحيته طويلة. هذا فعلها عادة عربية، كان العرب يطلقون اللحى عادة ورجولة. نفس العمامة اللي لبسها أبو جهل كان بيلبس يعني أبو بكر. فالمقصود إن يعني أن التدين بالإضافة إلى كونه هديا ظاهرا فإنه مضمون وهدي باطن كذلك. لابد من صلاح الظاهر ومن صلاح الباطن معا، بارك الله فيكم. اشتريت بيتا بتمويل من شركة إسلامية، وبعد فترة حولت هذه الشركة القرض لأحد البنوك. نعم، عليك ما حملت وعلى الشركة ما حملت. أنت يوم أن دخلت معها تعاملت بعقد المشروع حلال بلاء، هي بقى باعت العقد، باعت القرض، قضية لست مسؤولا عنها. وبالمناسبة هم يقولون نحن لا نبيع قرضا، نحن نبيع عقدا. هكذا تقول شركة جايدنس، وهكذا يقول العاملون في هذا المجال، يقولون نحن لا نبيع قروضا نبيع عقودا. يعني نفس المركز القانوني هو ده بينتقل as is إلى الشركة الثانية. يعني على كل حال أنت بدأت عقدا صحيحا، إن خانوا الأمانة فحسابهم على الله. كنت أتعامل مع أحد المستوردين من أصدقائي بناء على الثقة، بحيث يخبرني بسعر البضاعة بثمن معين وأنا بيع البضاعة للتجار بسعر آخر وفارق البيع لي، وهذا حسب الاتفاق مع المستورد. يعني إن كنت وكيلا له يصح أن أنا وكيل في الشرق عن شركة داخل أمريكا، وهي بتديني البضاعة بفلوس بحط عليها زيادة وببيعها. ما هو طبعا طبيعي كده، ما هو انت لازم تبيع بسعر اعلى سعر انت خدته عشان تكسب. انت ما انتش جمعية خيرية، ده انت شركة تجارية، البيع والشراء بقصد الاسترباح. اما اذا كنت تبيع ما لا تملك يبقى فيه هنا مشكلة من هذه الناحية. اما من ناحية السعر، ان انا وكيل لشركة اجنبية اخذ منهم السلعه بسعر معين وابيعها بسعر اعلى وربحي هو الفارق، ده الوضع الطبيعي للتجاره، لا يتصور غير هذا. لكن في مشكله ان انت تبيع حاجه ما انتش وكيل، انت بتبيع حاجه وانت وما هيش عندك، عايز تشتريها من الجهليه وتسلمها للزبون العميل. هنا في مشكله ان فيه نهي
عن أن تبيع ما لم تملك. يبقى خلي الجزء الأول وعد فقط، ولما تشتري السلعة وتحوسها تبتدي تبيعها. يبقى وعد في البداية وعقد في النهاية. واضحة ولا في أصعوبة؟ شيخ عفوا، المستورد صديقي يقول لي من يستورد بضاعة من الخارج، يقول لي هالبضاعة بيعها للتجار بما تريد، أنا مثلا 10 دولارات للبضاعة وأنت بيعها بأي سعر آخر لك، فأنا لو بعتها ب 10 دولار أرجع له 10 دولار ويبقى الدولار لي. جلس فقصد تاجر، أنا ما اشتريتها مسبقا بين على الثقة بس يعني. تاجر شيخ لو سمحت توضيح، بس الناس ما تلفيش في لابس عليها متأقرين جايب المنتج صحيح. سو ايه اللي حصل طيب النهارده يعني؟ لا ذكرت امس في بيع التقسيط، لا يجوز ان يحتفظ المالك بالصك ولا يعطيك الصك الا بعد انتهاء الاقساط، لكن الذي يحدث ان المالك يحتفظ بالصك ولكن يخلي لك السياره. إذا احتفظ بالصك كرهن جائز، ما هو عايز رهن عنده، عايز يتأكد إن أنت مش هتبيع السيارة وتنفد. الصك يعني التايتل مثلا، كان المفروض يحتفظ بالتايتل، يعني يعمل رهن على السيارة إن كان مقصود أنه يرتهن السيارة من أجل أن يحافظ على حقوقه حتى تسدد أقساطها، من حقه أن يرتهن. أما إذا منع البيع لم ينقل الملكية فهذه الصورة غير مشروعة، لأن هذا بيع بشرط عدم البيع، شرط مناقض لمقتضى العقد. نصححه، إحنا بعنا لكن عملنا رهن على السيارة بحيث أن السيارة لا تباع قبل أن تسدد أقساطها، أو إذا اتباعت تباع وهي محملة بالأقساط، لا ياخدها ياخدها بالعبء اللي هو عليها، هو مسؤول عن دفع ده. احنا تحدثنا امس، قلنا يا اخواني حتى لا يلتبس، انا مش عارف ان لا ادري من اين جاء الى حبيبنا اللبس. انا بقول اني لقد عقد مجمع فقهاء الشريعه بامريكا مؤتمرا كاملا حول شركات التمويل، واستقبل منهم عقود وناقشهم واستمع منهم واستمع اليهم واسمعهم، وفي النهايه انتهى الى ان شركات التمويل جايدنس وديفون بانك واسلاميك يونيفرسيتي نعم عندهم عقود يشرع التعامل بها عند الحاجة، وهي خير ألف مرة من التعامل مع المرجش التقليدي. بارك الله فيكم. دي انتهت يا حبيبي. ما حكم المعاملات البنكية مع البنوك الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين من 48 الذين يعيشون تحت حكم الدولة الإسرائيلية ولا يوجد عندهم بنوك خاصة به؟ طبعا يعني الضرورة والحاجة تقدر بقدرها. ليس عنده مدين ماذا يفعل؟ إن وضع ماله في بيته سرق. فأعتقد الجواب واضح جدا. بعض البنوك الإسلامية تعرض المرابحة كنسبة، هل هذا يجوز؟ لا أدري المقصود بنسبة. المرابحة شرحناها أمس، وبعد ما شرحناها يعني قيل لنا كان كلامك عالي ومش مفهوم. حاول اتكلم اليوم بالفلاحي وبالبلدي وبالصعيدي وبكل انواع التيسير الممكنه ان شاء الله. بيع المرابحه، واحد عايز سياره يقول لك اشتري لي السياره دي وانا هشتريها منك واكسبك فيها كذا. مقدمه دي باينه، اشتري لي السياره دي مثلا كان 18، أنا هشتريها منك ب 12، أنت تدفع 10 كاش وتاخد مني ال 12 مقسطة على سنة. اشتري لي هذه السيارة وسوف أشتريها منك وأربحك فيها كذا. القد ده اسمه مواعدة، وعد بيني وبينه. هو لما يشتري السيارة وتبقى بتاعته في ملكه في ضمانه، أشتريها منه أنا بالتقسيط وأدفع له الإيه؟ الأقساط هذه. ودي صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء. النسبة دي يصح أنها تبقى العشرة بقت 12
ولا الربح يقول له 20% من الثمن، لان النتيجه واحده، ساربحك فيها 20% من ثمنها. ايه العشرة؟ ان قلتها 12 بقت 12، قلت 20% بقت 12، لان انا بكلمه عن ثمن الشراء مش بكلمه عن قرض، بكلمه عن ثمن. قول له انت اشتريتها بعشرة هشتريها منك وسوف اربحك 20%، اول عشرة هتبقى 12. ارجو ان الامر في ذلك واسع، وان كان الاولى البعد عن النسبة تحاشيا للتماس مع الربا او شبهته باي شكل من الاشكال. ما حكم ازالة الاجهزة المساعدة لايف سبورت من المريض الذي تعطل جزء من الدماغ بالرغم من ان القلب ما يزال ينبض؟ سؤال جميل. اخواننا الاطباء يساعدون عليه بارك الله فيه، لان الفتوى معرفة الواجب في الواقع فيها جزء متعلق بالخبرة وجزء متعلق بالفقه. اولا، اذا مات جزر الدماغ فقد مات المريض، وإن بقي القلب ينبض بفعل أجهزة أو نحوه. لما عرفوا الموت يعني قالوا إما أنه موت جزر الدماغ موتا نهائيا بحيث يقرر الأطباء أنه لا رجعة فيه، أو توقف القلب والتنفس توقفا نهائيا بحيث يجمع الأطباء أن هذا الموقف لا رجعة فيه، إذا بلغ المريض هذا المبلغ فقد مات طبيا، تنزع عنه الأجهزة بالإجماع، وأولى ينتفع بها مريض آخر أو من استهلكش أموال المريض أو من عزبوش في هذه المرحلة. لكن السؤال قبل كده شوية، هو لسه ما وصلش لهذه المرحلة، لم يمت جزر الدماغ، ماتت قشرته وبدأ الموت يسري في بقية أعضائه، فماذا يكون الحل؟ القاعدة في هذا أن التداوي لا يكون واجبا ولا ملزما إلا في حالتين: إذا تعين طريقا لاستعادة الحياة، أو في الأمراض المعدية التي تنتقل عدواها إلى الغير عشان نمنع الضرر. فيما عدا هاتين الحالتين التداوي جائز مشروع، لكنه ليس بلازم، ليس مرفوضا، وليس هو حاجة كويسة. يعني تداوى عباد الله وإن حسنت فيه النية عشان تتقوى على طاعة الله، تتقوى على الصلاة، بدل ما انت قاعد محمص كده ومكتئب، لما تبقى في حالة نفسية جيدة تعرف تصلي كويس وتشكر ربنا كويس، فهذه الصورة مشروعة لكنها ليست بلازمة. إذا قال أهل الطب إن هذه الحالة ترمينال نهائية لا رجعة فيها، لا أمل في أن يرجع إلى العافية مرة أخرى، فلا يصبح وضع الأجهزة واجبا، إنما يصبح جائز. في ناس يقول خلينا نقاتل لغاية آخر لحظة، خلاص هم حرين وأنا مش عايز أعذبه، let him go، ماشي الحال. تبقى دي مسألة خيارية للمريض إن كان قد يعني ترك وصية، أو لأهله إن كان قد دخل في كوما وليس ولم يوصي، يبقى الولاية في هذا لأهله بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتشر بين النساء والرجال نوع من أنواع الزواج وهو المسيار، فما رأي الشرع في هذا الزواج، وهل يجوز الزواج بالهاتف؟ يبقى عندنا يعني قضيتان: الزواج المسيار والزواج بالهاتف. يعني أولا، ما هو زواج المسيار؟ لما تفتح كتب الفقه مش هتلاقي زواج المسيار في أي كتاب من كتب الفقه، إنما دي تسمية إعلامية معاصرة أطلقتها أجهزة الإعلام على فورمولا معينة، شكل معين. ما مضمونه؟ إن زواج المسيار كما يعرفه أصحابه زواج عادي اجتمعت فيه أركان الزواج، الولي والشهود والصداق، الدنيا كلها تمام، إلا أن المرأة تنازلت عن حقها في القسم في المبيت أو النفقة. زواج نعم تنازلت فيه المرأة عن حقها في القسم في المبيت والنفقة. قل أنا مش عايز فلوس، أنا عندي فلوس ربنا غنيني والحمد لله،
مش عايزك تجيني افري اذر داي، لا ممكن تجيني مره كل اسبوع او مره كل شهر او مره كل اسبوعين او بحسب الحال. ده المقصود بزواج المسيار، زواج تنازلت فيه المراه عن بعض حقها في القسم في المبيت او النفقه. في قرار المجمع الفقهي في رابطه العالم الاسلامي قالوا ان هذا الزواج جائز، لكنه خلاف الاولى، يخشى ان يفتح طريق الى ابتزاز المراه واستلاب حقوقها. لهذه السكه دي مفتوحه من غير تكاليف، مش يخش في السكه الثانيه لا تكلفه التزامات ونفقات وقصد. لكن الذين اجازوه نظروا الى الواقع الاجتماعي المأزوم. مركز القومي للبحوث الاجتماعيه في بلد عربي كبير طلع نشره قال ان عندهم 10 مليون عانس. هذه قنابل زمنيه موقوته فلا بد ان تعالج. فمثل هذه يعني الاجتهادات الفقهيه فيها فسحه وفيها رخصه، ومن حق صاحب الحق ان يتنازل عن حقه كليا او جزئيا. المراه تنازلت عن بعض حقها في القسم في المبيت او النفقه جائز، لكنه خلاف الاولى. سؤال إخوة السلام عليكم وإخواني، أنا مختصر في العشاء لكن أجب إن شاء الله في كيس تقام الصلاة إن شاء الله في كيس. أوكي، السؤال الثاني، هل يجوز الزواج بالهاتف؟ ده سؤال جميل. كان طلع قرار من المجمع الفقهي في الرابطة إجراء العقود بوسائل الاتصال المعاصر، قالوا جائز إلا في حاجتين، الزواج وعقد السلام. طيب لماذا لم يجز المجمع الفقهي الزواج بالهاتف؟ قال لأن الشهود سمعوا وما شافوش، صح ولا لا؟ سمع أطراف العقد، سمع الصيغة بس ما شافش بعينيه، شاهد ما شافش إيه؟ أو شاف ما شافش أو شاف. المهم يعني قالوا وجه المنع أن الشهود يستمعون إلى الصيغة ولا يشاهدون أطرافها، والأصل في عقد الزواج إن الشهود شايفين وسمعين. الكلام ده تفرع من إيه؟ هل تجوز شهادة الأعمى في النكاح؟ اللي قالوا بجواز شهادة الأعمى قالوا بجواز إجراء النكاح عبر الهاتف، صح ولا لا؟ واللي منعوا شهادة الأعمى في النكاح منعوا من إجراء النكاح عبر الهاتف. على كل حال المجمع الفقهي اختار الاحتياط لعقد الزواج فمنع من إجرائه عبر الهاتف. لكن احنا عندنا حل سهل جدا الآن، سكايب والفيديو ايش اسمه، يعني وسائل صوتا وصورة. إذا تم صوتا وصورة جائز بالإجماع لأن العلة زالت، ده شاهد سمع وشاف. ده بنقول في التليفون سمع وما شافش، أنا خليه يسمع ويشوف، بدل سمع وشاف اتحلت المشكلة والحمد لله وأصبحت مجانية ولله الحمد. العقد الاخر غير لحظه يا اخي لحظه السلام، بس فيها صعوبه شويه على الناس وهم بيشتكوا ان الكلام صعب، فخلينا في الزواج بس. ما حكم بيع العمله من الدولار الى عمله اخرى؟ خليني يعني اقاعد القاعده ونخش على المثل. يجوز بيع عملة بعملة أخرى بشرط التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إن صرفت دولار بدولار لابد من التماثل والتقابض. التماثل مفهوم ولا لا؟ يعني 100 100، تقابض يعني خد وهات في نفس اللحظة. إذا بعت عملة بغير جنسها، بعت دولار باسترليني مثلا، يبقى لابد من التقابض يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى تجارة العملة مشروعة،
إذا بعت عملة بجنس يعني فكيت فلوس صرفت يعني لابد من التماثل والتقابض. إن بعت عملة بعملة تانية لابد من التقابض، خد وهات وارتفع على السعر زي ما أنت عايز. نعم حبيبي. أنا بحول من أمريكا لمصر مثلا. لا دي قضية أخرى. الحوالة أنا بدفع مصاريف الحوالة وأنا بوكله أجعله وكيلا في نقل مالي إلى وكيلي في البلاد، يبقى اجتمع صرف ووكالة. أنا صرفت منه إداني ورقة كده بتثبت بصدر العمر، فأنا بقول له انقل هذا المبلغ إلى وكيلي عبر البحار، ففيها صرف ووكالة. أخونا بيقول مثلا $1,000 البيع في الحال، $1,000 البيع والدفع بعد سنة 1000. لا يا حبيبي، في بيع العملة خد وهات التقابض، لا تجوز النسيئة ولا التأجيل في بيع النقود ولا بيع العملات، لابد أن تكون يدا بيد. نعم غير يا حبيبي. كيف تصلي المرأة المستحاضة؟ لها طريقتان. الطريقة الأولى إن قوت عليها إنها تجمع وتغتسل، تغتسل 3 مرات، مرة للصبح ومرة للظهر والعصر مع بعض، مرة للمغرب والعشاء مع بعض. طبعا ده صعب وقد لا تطيقه النساء، يبقى تتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ 5 مرات أو تغتسل 3 أغسال، غسل للصبح، غسل الظهر والعصر مع بعض، المغرب والعشاء مع بعض. الطريقة الأولى اللي من قوت عليها أفضل، والتانية رخصة والحمد لله. هل يجوز أكل اللحوم في المطاعم سواء دجاج أو لحم خروف؟ حيثما شرقت أو غربت، الحلال والهلال، هلال رمضان السجاجي مش كده، الحلال والهلال. على كل حال وفقا لمعلوماتنا التي استقيناها ممن يعملون في هذا المجال، نحن نأكل اللحوم من نحن نأكل الدجاج من المحلات العامة، ونتورع في أكل الأبقار والأغنام. لماذا؟ القانون الفيدرالي هنا يوجب إنهار الدم، ولو اكتشفوا أن حيوان مات قبل إنهار دمه يستبعد طبيا، لكن أحيانا لا ينتبه المراقب لذلك فتعدي نسبة. الصعق الذي تتعرض له الطيور أو الحيوانات قد يميت منها نسبة، فتختلط الميتة بالمذكر يبقى عندنا مشكلة. ففي عالم الدجاج قالوا لنا إن النسبة التي تموت قليلة جدا جدا لا ينبني عليها حكم، أما النسبة التي تموت من الأبقار أو الأغنام قبل أن تصبح كبيرة تتفاوت من مسلخ إلى آخر. ومن ثم كان قرار المجمع الفقهي الترخص في أكل الدجاج من المحلات العامة، والتورع، لم نقل بالتحريم، التورع في أكل الأبقار والأغنام، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتريت بيت قبل سنة تقريبا عن طريق يونيفيرس إسلام كذا، قرأت في بعض المواضع في موقع عن السماء موجودة في أمريكا أنه إذا لم تجد بنك إسلامي شرعا فيجوز أخذ القرض من بنك UIF. أنا بس عايز صحح، أريد أن أصلح التعبير، ما قلناش تاخد قرض، أصل قرض بزيادة حرام بإجماع المسلمين، احفظ دي. الشركة ما بتسلفكش، شركة إسلامية لا تقرضك، لو أقرضتك يبقى زيها زي البنك. الشركة تدخل معك شريكا، تشتري البيت أنت تدفع 20% داون بيمنت، يتدفع 80%، أنتوا الاثنين شركاء في البيت، بتتملكوا البيت معا وتخش في بروسيجر المشاركة وليس القرض. فأنا أرجو أنك تصلح التعبير، والله ما قلنا إننا قرض، ولو قرض اشترطت فيه زيادة كان ربا بالإجماع. احنا بنقول عندنا المشاركة او المرابحة. المشاركة ندخل شركاء مع شركة التمويل، المرابحة انها تشتري البيت وتبيعهولي بالتقسيط. هذا او ذاك، بارك الله فيك. هذا حبيبي. ما صحة هذا الحديث اقتل الفاعل او المفعول به؟ الذي عليه جمهور الصحابة ان لم يكن اجماعهم على قتل كليهما، لكن الكلام يحتاج الى دولة اسلامية
وإلى منع وتمكين وكذا ليس موجودا في واقعنا المعاصر. يكفي أننا نعتقد تحريم هذا الفعل وأنه لم يبح في شريعة قط، وأن أصحابه تنكروا للشرائع السماوية من ناحية ولما استقر في الفطر البشرية من ناحية أخرى من قبح هذا العمل ومن بشاعته ومن نكرته. الدخول في تفاصيل القتل ومش القتل يعمل لك تشويش، وانت لا عندك دولة ولا إمكانية، فأحسن تأخير البيان إلى وقت التمكن من العمل. ما فيش الكلام ده حتى لا تدخل الناس وتدخل نفسك في محرقة الله جل وعلا لم يكلفك بالدخول فيها. نحن الآن نعتقد تحريم هذا الفعل، نعتقد أنه لم يبح في شريعة سماوية قط، وإذا وجد في المستقبل دولة إسلامية هتعرف تتعامل مع الناس دولة، بس الآن مش موجودة في جعل ندخل في هذه المحرقة. بارك الله فيك. في هذه البلد يوجد تأمين على الحياة يختص فقط بإجراءات الدفن بعد الموت مقابل قسط يدفعه المؤمن شهريا، وهو مبلغ ضئيل 20 دولار في الشهر. يعني على كل حال التأمين على الحياة من العقود الفاسدة بالاتفاق، وإذا المساجد والجمعيات الإسلامية ما تقدرش تكفل اللي مات ومش لاقي قبر، يبقى ما فيش فينا خير كلنا. يعني الأصل إن يعني أن من مات يجهز من ماله، وإذا مات أحد المسلمين ولم يترك ما يجهز به وما توارى به سوءته فإن هذا فرض على جماعة المسلمين، وهو من أولويات أوجه الصرف والإنفاق داخل المسجد، لأن موراة الميت من فروض الكفاية. فيش داعي نلجئ الناس إلى الدخول في العقود المحرمة. بارك الله فيك. آخر سؤال، معظم الإخوان يعيشون على دفع الكراء لتأجير البيوت، فاللجوء إلى الأبناء غير الإسلامية يعتبر محرم شرعا، مع العلم أن هؤلاء الأبناء يتفقوا مع الزبون على ثمن محدد يدفع على سنوات محددة بدون أي زيادة. هو بس حبيبي أنت مش عارف البنوك بتشتغل إزاي. يعني أنا بأقدر هذا السؤال جدا وأحيي صاحبه جدا، لكن أقول له أنت مش فاهم البنوك بتشتغل إزاي. البنك تاجر نقود، يقترض بفايدة، يقرض بفايدة أعلى، بياخد الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. فعميل شراء البيت بيعمل إيه؟ أنت بتتفق مع صاحب البيت على 200,000 تمن البيت، بتعمل تمويل من البنك بيسلفك 200 بتدفعها 500. فأنت عندك عقدين، عقد بيع وشراء مع صاحب البيت وعقد تمويل وقرض مع البنك. اللي أقرضك 200 قسطها لك على 20 سنة بقت 500,000. فيعني انتبه لهذا المعنى، فهذا هو حقيقة واقع الحال. عندنا بدائل إسلامية مهما كان فيها شيء من الغبش، لكن هي بديل إسلامي قائم، ونجتهد في دعمه وفي إقدار أصحابه على استكمال المزيد من النقاء، لكن هي بديل إسلامي قائم، فلا يصلح اللجوء إلى البنك التقليدي مع وجود بديل إسلامي. وينبغي أن تدعم المؤسسات الإسلامية إقدارا لها على العطاء وعلى بذل الجهود. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. وأختم بما بدأت به، أشهد الله أن الربا حرام، وأشهدكم أن الربا حرام، وأنه لم يبح في شريعة قط، وأن الله حرمه على اليهود وعلى النصارى وعلى المسلمين، وأن القول بأن الربا حلال بغير تأويل يعتبر من الأقوال الكفرية. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى لهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم.